كده من الأول، ما معنى الدعاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدي وحبيبي وقدوتي سيدي علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدعاء يعني الطلب، يعني المناجاة، يعني زي المقدمة الرائعة اللي نوران قالتها، إن الإنسان في حياته عندنا مشاكل كتير وعندنا صعوبات، وطول ما احنا عايشين في الحياة، عشان بس الناس اللي بتسمعنا، الحياة مش هتخلى من المشاكل، ومش هتخلى من الهموم، ومش هتخلى من الصعوبات. طول ما احنا عايشين، طول ما فينا نفس، طول ما احنا هيكون في ابتلاءات، وفي طول ما احنا ماشيين في الطريق هنلاقي صعوبات. والله عز وجل بيرزقنا بعض العبادات، والدعاء عبادة، فبعض العبادات اللي بتريحنا وتعلي من مقامنا عند الله عز وجل. الدعاء يعني احنا النهاردة في النهاية عارفين نسميها جملة يا رب احنا ملناش غيرك، مهما قفلت بقى، يعني هو في النهاية كده كل إنسان، عشان كده الفقرة دي بالذات احنا بنكون كل إنسان ايه بقى، مهموم، عنده مشكلة، حس بيأس، حس ان الدنيا خلاص، هو قاعد يدعي وهي قاعدة تدعي بقى لها سنين طويلة، بس يا رب انت ما بتستجبش ليا طويلة، وغيري قاعد ممكن يبقى ما بيدعيش، او ممكن يبقى بيدعي وربنا بيديله كل حاجة. بمنظور الدنيا احنا متخيلين وكأن ان اللي انا نفسي فيه هو الخير، فالله عز وجل بيرزقنا بالدعاء ويعلمنا ان الدعاء انت اصلا مطلوب منك انك تدعي، بس احنا دايما بصينا للدعاء انه استجابة بس، وده المعنى اللي هبدأ اتكلم فيه الاولاني خالص. هو احنا ليه مركزين على الدعاء انه هو استجابة بس؟ الدعاء مش استجابة بس، الدعاء رفع درجات، الدعاء سيئات بتتشال، الدعاء مقام عند ربنا بيعلى، الدعاء بيوقف مصائب. يعني هي انت بتسأليني بيغير القدر؟ بيغير القدر. الدعاء ان انسان يبقى ربنا مقدر له في قدره حاجة، ابتلاء له في الدنيا من نظرته ان هو سيء. فانسان رمضان اللي فات قعد يدعي ربنا كتير قوي بدعوة، دعوة بينه وبين ربنا محدش يعرف، وقاعد بيلح في الدعاء، فهي الدعوة استجابت، لكن استجابت ربنا حاططها، عارفين ولله المثل الأعلى، لما حد يتقدم له طلبات في الشركة فهو ايه، موافق 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 وحطها، لكن لسه القرار في الشركة او في القناة او في ايا كان مؤسسة كده، ان القرار لسه مش هيتفعل دلوقتي. طب هيتفعل امتى؟ في الوقت المناسب ليك. احنا عندنا اشكالية ان احنا عايزين نقول يا رب كن فيكون، الدعوة تستجاب على طول. فالله عز وجل هو وافق على الدعوة، لكن لو عملها لهيا دلوقتي ممكن تأذيها. لو نوران ربنا لا تكره شيء لعله خير، هو ده، لو نوران اتحققت ليك اللي انت نفسك فيه النهاردة، انت ما انتش عارفة انه ممكن يبقى هو فيه شر ليك وانت مش واخدة بالك. فربنا في الوقت المناسب خلاص هيستجيب الدعاء. طيب دي نقطة، علشان كده خلي بالكوا سيدنا يعقوب لما ابنه سيدنا يوسف، كلنا عارفين بقى سيدنا يوسف لما حطوه في البئر، انتوا عارفين انه العلماء قالوا سيدنا يعقوب ده خلي بالكوا كان في الوقت ده احب انسان في الكوكب لربنا، يعني مقرب قوي، عشان بس محدش يقول ايه هو ربنا ما بيحبنيش فما بيستجبش. النهارده سيدنا يعقوب قعد يدعي ان سيدنا يوسف يلاقيه، قعد كام سنة؟ 40 سنة و80 سنة، يعني علماء بيقولوا 40 سنة و80 سنة. طيب ايه الحكمة؟ طب احنا النهاردة لو دعينا سنتين احنا هنعمل ايه؟ احنا جبنا اخرنا، احنا مش قادرين، صح؟ لا، سيدنا يعقوب لدرجة انه فقد بصره من البكاء، على ابنه، صح؟ وكأن الله عز وجل بيعلمنا ان ربنا ليه حكمة. سيدنا يوسف هيبقى مسؤول عن الكرة الارضية كلها، هيبقى الوزير المالية، هيعمل أثر كبير، فممكن النهاردة ما استجبش دعوة سيدنا يعقوب اللي هو أحب حد لربنا بس هفيد البشرية. هل سيدنا يعقوب كان شايف الرؤية دي؟ لا. دي النقطة اللي احنا بقى بنبدأ نتكلم فيها، إن الدعوة أحيانا ممكن ما تبقاش في الوقت ده مفيدة ليك. طيب الحاجة التانية، القدر، ممكن يبقى فيه ابتلاء، فالدعاء بيوقف القدر. يعني يعني يبقى في لطف بقى في قدر ربنا ليك، الحته اللي كان فيها اختبار صعب شويه، صح. يبدا كده ايه، يهون عليك الموضوع. طب الحاجه الثالثه، كل ده احنا بنقول ايه، الدعاء اللي ما بيستجابش. الحاجه الثالثه، ان هنيجي يوم القيامه، موقف حلو قوي، فالعبد يقف كده فيبدا يلاقي جبال من الحسنات واعمال صالحه هو اصلا ما عملهاش، وهو مش عارف ده ايه اصلا، فيسأل ربنا يا رب هو إيه اللي أنا شايفه ده؟
يقول له دي دعوات انت دعيتها في الدنيا لم تستجاب لك، الأدعية دي ما استجابتش ليكي، لكن ربنا استبدلها ليكي بأعمال خلتك في حتة تانية، لدرجة ان العبد هيبتسم ويقول يا ريت يا رب ما كنت استجبت ليا ولا دعاء، من كتر ما عارف حجم الدنيا وشاف مكانته في الآخرة. فإذا الدعاء في كل الأحوال هو خير. فبالتالي النهاردة لما نيجي نقول في حياتنا في ضمن بقى الظروف والمشاكل والهموم، ما ينفعش نبطل دعاء، ما ينفعش ان الدعاء ده يبقى من أساسيات حياتنا، ما ينفعش ما يكونش من أساسيات حياتنا.